بسم الله والابن والروح القدس الى واحد امين. هناخد النهارده افكار جديده وتاملات جديده في المزمور رقم 8. من افواه الاطفال والرضع اسست حمدا. داود النبي في الحقيقه بيمجد اسم ربنا الظاهر في كل خلقته. الطفل اللي بصعوبه بيتكلم لكن بسهوله يقدر داود النبي يشوفه انه بيسبح اسم ربنا. الشخص اللي بيحب ربنا وجواه قلب نقي يشوف ان كل حاجه حواليه في الخليقه بتمجد اسم ربنا وبتسبحه. هقول لك سريعا جدا ايه اهميه حياه التسبيح في حياه الانسان. 1. الفرح والسلام. لما نشكر ربنا وبنحمده وبنسبحه نتذكر دايما صلاحه ورحمته ومواقفه اللي كلها رعايه واهتمام بينا وجدعنا. اللي يجيب لينا الفرح طول الوقت في كل المواقف. افرحوا في الرب كل حين، واقوله ايضا افرحوا. التسبيح بيجيب لينا السلام، لاننا في التسبيح بنركز في الحقيقه على سياده ربنا على الخليقه وكل الأمور اللي احنا بنحتاجها. كمان التسبيح في كل أنواع الصلاة، ويقولوا كده إن التسبيح أرقى أنواع الصلاة لأنها بتعكس إحساس الإنسان بعمل ربنا. يشعر الإنسان إنه قريب من ربنا. بالتسبيح الإنسان بيقترب من صورة الملائكة، لأن الملائكة وظيفتهم هي التسبيح. عشان كده بنقول في التسبيحة اللي بتعملها الكنيسة إن التسبيحة أو التسبيح أو الترنيم هي عمل الملائكة، أو يتسمى عمل السمائيين اللي شغلتهم ان هم يسبحوا ربنا وما عندهمش حاجه تانيه غير دي. التسبيح كمان هو تعبير عن الشكر ربنا لانه انقذنا وبينقذنا من مواقف صعبه وضيقات كتيره جدا. راجع كده معايا مواقف الكتاب المقدس زي ما ربنا خلص شعب بني اسرائيل من فرعون، وكمان داود بعد انتصاراته المتتاليه زي مثلا ما انتصر على جلياط سبح ربنا وكان كل الشعب معاه. كمان الفتيه الثلاثه القديسين سبحوا ربنا في اتون النار. التسبيحة كمان هي تراث كبير جدا اختبروا الآباء وصلوا بيه وجربوا تأثير الصلاة على النفس البشرية، وفي كتير جدا من التأملات اللي نقلوها الآباء لينا في خبرتهم بالتسبيح. الفكرة التانية، فمن هو الإنسان حتى تذكره وابن آدم حتى تفتقده؟ قيمة الإنسان الحقيقية في أنه مخلوق على صورة الله ومثاله، مش في أنه كائن ناطق ولا مفكر ولا متكلم. ربنا جعل الإنسان ملوش قيمة غير أن يكون على صورته ومثاله، وده بيوضح لنا ليه ربنا جعل الإنسان يتسلط على كل الخليقة بالرغم من أن الإنسان مش هو أقوى كائن ولا أنشط كائن ولا أسرع كائن في الأرض. في النهاية يا رب أنت أقمتني ملكا على الأرض، أحمل سلطانا على الخليقة التي أوجدتها لأجلي. اديني سلطان على جسدي ومشاعري، على نفسي بكل قدرتها وطاقتها. أيها القدوس قدسني، اجعلني أمجدك في كل عمل تعمله أيدي وكل كلمة ينطقها لساني. حيث جعلت جلالك فوق السماوات.
سبب الضرر من أفواه الأطفال والرضع أسست حمدا بسبب أضطرابك لتسكيت عدو منتقم إذ أرى السماوات إذ أرى سمواتك عملا أصابعك القمر والنجوم التي كونتها فمن هو الإنسان حتى تذكره وابن آدم حتى تفتقده وتنقصه قليلا عن الملائكة وبمجد وبهاء تكلله تسلطه على أعمال يديك جعلت كل شيء تحت قدميه الغنم الغنم والبقر جميعا وبهائم البر أيضا وطيور السماء وسمك البحر السالك في المياه أيها الرب سيدنا ما أمجد اسمك في كل الأرض أيها الرب سيدنا ما أمجد اسمك في كل الأرض